السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اليوم معلمة بيان بحيث للصف الثالث. بعد ما خلصنا وحدة القسمة اليوم رح نبدأ في وحدة الهندسة. وحدة الهندسة بدايتها دائما بكون في تهيئة. اليوم رح أبدأ معكم عن التهيئة. التهيئة نكتب أسماء مجسمات الآتية. أول شيء بدنا ننتبه له إنه إحنا في هاي الوحدة ما بنحكي عن الأشكال الهندسية، هاي اللي هي مثلث مستطيل دائرة مربع. احنا بنحكي عن مجسم. المجسم هو جسم ذو أبعاد وله أوجه ورؤوس وأحرف وليس شكل هندسي. إذن كل مجسم اللي هي أول مجسم معنا أسطوانة، مكعب، كروي، مخروطي، هاي المجسمات رح نحكي عنها. وكمان رح نحكي عن متوازي المستطيلات، عن متوازي المستطيلات. الآن رح نحكي عن أشكال هندسية وليست مجسمات. كما هو مرة هو شكل وليس مجسم. أول شكل مثلث له أضلاع، وعدد أضلاعه 3 وعدد رؤوسه 3. هذا يسمى أضلاع للشكل الهندسي 1 2 3، وهي رؤوس 1 2 3. أما للشكل الذي يليه وهو مستطيل له عدد أضلاعه 4 1 2 3 4، وعدد رؤوسه 4، وهذا ما يسمى بالرأس للشكل الهندسي. أما الدائرة ليس له أضلاع وليس له رؤوس. المربع له 4 أضلاع و4 رؤوس. الآن عندنا في التهيئة أحدد عدد الأحرف الرؤوس والأوجه للمكعب. هذا الشكل مكعب. المكعب ما يميز جميع أوجهه متساوية في الحجم، جميع أوجهه متساوية بالحجم وهو المكعب. عدد الأحرف المكعب 12 حرف. بنعد الأحرف اللي هي نقاط الوصل بين الأوجه، هي الخط اللي بيوصل ما بين الأوجه. هذا يسمى حرف، هذا يسمى حرف، هذا يسمى أحرف. ففي المكعب يوجد 12 حرف. عدد الرؤوس يوجد 4 رؤوس في الأعلى و4 رؤوس في الأسفل. أما عدد الأوجه هي 6 أوجه، 1 2 3 4 5 6 أوجه. إذن هاي هي تهيئتنا اليوم لدرس الهندسة المجسمات الهندسية. الرجاء من الطلبة حل صفحة التهيئة صفحة 64 و65. شكرا لكم.